اليوم احنا نعيشوا فعاليات جلسة قضائية. عندنا صحيح هي عندها صدى كبير بالنظر اولا للشخصية التاريخية اللي هي زميلي المرحوم شكري بلعيد. اثنين هي تمثل رمزية كبيرة باعتبار انه اول اغتيال سياسي يتسمى مهم في تاريخ تونس المعاصر. اكثر من هذايا تعرفوا اللي معناها المنعرج اللي شكلته الحادثة هذه. احنا اليوم قدام محاكمة للناس اللي في الملف من سميوا بالمتورطين في الملف حتى لين المحكمة تعطي رأيها الأخير فيما يتعلق بالإدانة. احنا اليوم قدام فعاليات المحاكمة هذه. صحيح الجو صعيب لهنا شوية باعتبار انه ثم معناها إجراءات مشددة. ماناش قدام محكمة وقدام معناها محاكمة استثنائية. ثم الآن توا حتى الموقوفين اللي موجودين في غرف الإيقاف معناها رفضوا الصعود إلى قاعة الجلسة المخصصة بصورة استثنائية لليوم. المحاكمة هذه تراها منصفة في حق الشهيد؟ أولا هي لأول مرة المحاكمة تتم في بهو المحكمة، لأنه حتى في العهد البرجيبي وفي عهد بن علي كنا دائما نطالب القضايا الكبرى أن تتم المحاكمات في بهو المحكمة، ولكن لم يتم الاستجابة إلى هذا المطلب. لأول مرة في تاريخ المحاماة والقضاء التونسي تتم المحاكمة في بهو المحكمة. الحضور كان كثيف جدا من إعلاميين وسياسيين، والمحامين الذين سوف ينوبون عائلة الشهيد شكري بلعيد هم تقريبا 1800 محامي بدعوة رسمية من عميد المحامين، وبالتالي فإنه القضية تم تبنيها من طرف هيكل المحاماة ومن طرف المسؤولين النقابيين في المحاماة التونسية، لأنه الشهيد كان محاميا، وبالتالي فإنه المحاماة التونسية متضررة مباشرة من هذه الجريمة مثل ما تضرر منها الشعب التونسي ومثل ما تضرر منها كل القوى التقدمية اللي تتحرك ضد الفوضى وضد الخراب وضد الأمية. وبالتالي فإنه أنا أتوقع أن هذه المحاكمة سوف تطول نوعا ما، لأنه أوراق الملف يعني كثيرة ومتعددة. قرار دائرة الاتهام يفوق 600 صفحة، الأوراق والمحاضر بالألاف، الشهادات بالألاف، وبالتالي أنا نصور أن هذه المحاكمة سوف تمر بعديد الجلسات، ومن الممكن أنها تطول نوعا ما على أمل أنه في الأخير الشخص اللي نفذ هذه الجريمة وارتكب هذه الجريمة أو سعى إلى ارتكابها أو حرض من ورائها نعبر لكل من يناظر من أجل الحقيقة من قتل شكري بلعيد. أنا جيت باش نعبر على تضامني مع شكري بلعيد اللي هو كان شخص عندي به علاقة أخوة واحترام ونضال مشترك. جيت لهنا باش نعبر على مساندتي لكل من يناظر للحقيقة حول من قتل شكري بلعيد. هذه هي جيت اليوم، هذا هو المعنى متاعها. الأبحاث الأولية وحسب ختم البحث ودائرة الاتهام فإنه إصبع الاتهام موجه إلى هذا التيار. هو حتى قبل الأبحاث كان أنا ذاك وزير الداخلية أعلن أنه أنصار الشريعة هما وراء هذه الجريمة. بالأبحاث وبأعمال التحقيق وبجميع الأعمال الاستقرائية يبدو أنه إصبع الاتهام موجه بقوة لهذا التيار، لكن ما نجموش نجزمه نهائيا قبل صدور حكم نهائي في القضية. بالنسبة للمتضررين من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، احنا قدمنا مطالب في القيام بالحق الشخصي، وكنا ننتظر وان تثير احدى الاطراف في هذه المحاكمة تثير معناها حقنا في القيام كحزب وكجمعيات. نحن كحزب كنا متفضلين
الدين هذا، ولما قدمنا المطلب القيام بالحق الشخصي علناه من ناحية القانونية والواقعية. الحزب حزب الوطني الديمقراطي الموحد له أهلية والصفة في القيام، وهذا يخول هذا القانون المرسوم عدد 87 لسنة 2011 اللي يقول في فصل 12 للحزب يكون قانونا حق التقاضي. وحق التقاضي هو هي كلمة واسعة، معناها القيام بالدعاوي ورد الدعاوي والقيام بالحق الشخصي. فما شرط يجب أن يتوفر في القائم بالحق الشخصي هو حصول مضرة من الجريمة المرتكبة. بعض الزملاء لنوب المتهمين ينكروا على حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حصول ضرر ليه، وأعتقد أن هذا من باب الكلام من باب التسويف، باش ما نحبش نستعمل كلمة أخرى. يبدو هما حسب محاميهم هناك أسباب دفعتهم لعدم الحضور، سبب لا يستساغ غير مقبول هو متابعة المحاكمة من طرف الإعلام. أعتقد أن محاكمة بهذه يعني من الطبيعي جدا أن الرأي العام الصحفي شو تعمل هي تنقل للرأي العام، تعطي المعلومة للرأي العام بما يحدث، وشو يأخذ موقف الصحافة من في هذه يعني. أعتقد أنه رفض محامي المتهمين أن يتابع القضاء هذه المحاكمة هو محاولة للتعتيم.